السلام عليكم، انا اسمي خديجه، كنسكن في المدينه القديمه حدا المقبره الاسرائيليه. انا يا خويا كنعاني من السرطان 18 عام. هذه كنت عايشه مع امي وراجل امي في دارهم، كانت الوالده توفات ليا. مع المده خرجني راجل الوالده، قال لي صافي جمع لي حوايجي وقال لي خرجي برا. صافي وليت كنتلاوح من الحيوط، كنتلاوح عند الناس، دابا غير الجيران والناس كيعاونوني باش كيخلصوا لي واحد البيت. ما عنديش حتى الضو حتى هوايه، ما عندي باش نتعالج لاد، باش نشري الدواء، باش نشري هذا، غير كنتلاوح من عند شي لشي. 18 عام من 2003 جاني في البزوله وعاود جاني ثاني في الكواط، وانا باقا كنعاني من الان، باقا تنعاني دابا. راه قاص ليا ثاني الكبده وقاص ليا الريه. كنت عايشه مع راجلها ماشي هي هذيك، كنت عايشه مكرفصه. من نهار تزاديت وانا كنعقل على راسي، دابا 46 عام وانا كنعقل وانا معيشه مكرفصه. الخوت حتى شي حد ما تيعقل عليا، حتى واحد ما بغاني يعيد الناس في الدرب. هما اللي كانوا عايشين برا كانوا مخليني في دارهم، وفي الاخريه جراو عليا حتى هما سدوا دارهم وخرجوني. دابا عايش الجيران وداكشي هما اللي معاوني، مساكن كاري لي واحد البيت هذا وما عنديش فيه لا ضو ولا والو، عايشة مع الجيران ديال الدرب. الحمد لله هزوا بيا الجيران وعاونوني مساكن، كيعطيوني ما ناكل، يتهلاو فيا الحق مزيان. قبل والو خويا عشت مع راجل، من نهار عقلت على راسي كنت عايشة مع راجل الوالدة، كانت امي تفرقات مع با وتزوجات، انا باقا صغيرة وجيت عشت مع راجل امي. دابا راه في عمري 46 عام، مي توفات الوالدة ما بقاش بغاني. واكلاها خويا مضرورة، مضرورة بزاف. أي دابا درت واحد الراديو اخر ثاني سكانير، لقاو قيس ليا الكبده وقيس ليا الريه. كنعاني بزاف انايا، من نهار عقلت على راسي 46 عام هادي وانا كنعاني وباقا كنعاني. ديال عيش هاد العيشه ديال الدوايات وديال السبيطارات عياتني بزاف. حتى انا كنت باغا ندير داري وباغا حتى انا ندير وليداتي وباغا ندير شحال من حاجه، واني ما وصلتش اخويا الغالب الله. الحمد لله الله تصرف فيا وانا حامده وشاكراه. اللي جات من عند الله مرحبا بها. في هذا رمضان هذا راه عين الناس اللي كيتعاونوا معايا والجيران كيعطيوني اللي كيعطوني كنفطر. عيشة مديرة، عيشة مأزمة بزاف. إلا ما خرجت قلت لراسي ولا عطاوني الجيران داك الشيء ما تلقاش، ما عنديش. الظروف ديالي قاسية بزاف. إيه السكانيرات إلا كديرهم في الموريزكو وداك الشيء كيلوحوا كي الخريه كيعطوك الرانديفو عام 6 شهور كيقولوا لك راه خاسر. كاين السكانير اللي ب 60، كاين السكانير اللي ب 30، كاين واحد الدواء كنديروا ب 120 ألف ريال، داك الشيء ديال الكونسير، دواء الكونسير معروف غالي. والناس راه عياو عياو عياو، الجيران عياو، بنادم عيا ما يعاون فيك. الحلم ديالي بغيت غير الدواي ديالي ونتعالج حتى انا ونكون بحالي بحال عباد الله. انا كنحط راسي على المخده كنعس، كنبقى نفكر الى مت ما كاين اللي غيعرفني، ما كاين اللي عارفني اللي غادي يحس بيا. اللي بزاف الحوايج عايشه بوحدي بزاف، مازمه الوحدانيه بزاف، ما كاينش اللي كيطلع لك، ما كاينش اللي كيشوفك والو. انا دابا الا سولتيني ما بقيت كنامن لا بعائله لا بخوت لا حتى شي حد سوى الله. كنطلب من الله ومن المحسنين خوتي يعاونوني. رانا تقهرت بالدوايات وبالسكانيرات وكيعاونوني غير الجيران، والجيران مره كيعطيك ومره ما تيعطيكش. وانا عييت من هاد العيشه هادي وما عندي لا ضو ولا والو، والله ما عندي حتى الضو حتى هويا. كنحل عي الباب باش يدخل ليا الضو ديال الله. راه كاين المره ما كنلقاش حتى مناكو، كيعطوني عي الجيران. ما الصحه ما كايناش، قلت صحتي بزاف، بغيت انايا غير باش نخرج شويه ندير على راسي، ما كاين ما الصحه ما كايناش. بغيت غير شي حد يعاونني ويتكفل بيا من ناحيه الكرا ومن ناحيه الدوايات ومن ناحيه السكانيرات. راه نتوما خوتي المحسنين الغالب الله، نتوما كتشوفوا الصحه خانتني، ما عنديش حتى الصحه. من نهار عقلت على راسي وانا مريضه الصحه ما عنديش، وبغيت انا خوتي المحسنين تعاونوا معايا انا على الكرا وعلى العلاج وداك الشيء. كنطلب من الله ومن المحسنين يشوفوا من حالي، راه ما بينت وجهي حتى الغضب الله وصلتني حتى العظم. عافاكم اخوتي المحسنين لما شوفوا من حالي. ما تنساوش تابوناو فلاشي اليوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.